جدد ثوار فبراير في تعز مطالبهم باستكمال تحرير المحافظات التي لا زالت تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية، وذلك في وقفة احتجاجية عقب أداء شعائر صلاة الجمعة في ساحة الحرية وسط المدينة. المحتجون رفعوا شعارات تندد بخذلان الحكومة للجيش الوطني، مطالبينها هي والتحالف العربي بسرعة التحرك والعمل بجدية لدحر الميليشيا الانقلابية من أطراف مدينتي مأرب وتعز. وشدد المحتجون على ضرورة التحرك العاجل لحسم المعركة، مشيدين بالدور الذي تلعبه قبائل مأرب في مساندة للجيش وإسقاط المشروع الإيراني الإمامي دفاعا عن الجمهورية. كما ردد المحتجون شعارات تطالب الحكومة وقيادة البنك المركزي الجديدة بسرعة معالجة الانهيار المتسارع للعملة المحلية وضبط الأسعار التي باتت تشكل حربا اقتصادية ضد اليمنيين. ينضم إلينا الآن مراسلنا في تعز أيمن. قائد أيمن، أهلا وسهلا بك. إذا ما هي الرسائل والرسائل الصادرة عن تعز هذا اليوم من ساحة الحرية؟ نعم، تفاصيل الوقفة القيادية والروتينية التي تقام في ساحة الحرية في هذا الأسبوع، شددت جموع المصلين في الساحة على ضرورة إجراء حزمة أو تنفيذ حزمة من الإجراءات من قبل الحكومة لوضع معالجات اقتصادية شاملة للمنظومة الاقتصادية للبلاد، خاصة بعد التدهور الذي شهدته خلال الفترة الأخيرة والذي أثر على مختلف المستويات أبرزها المعيشية والإنسانية في حياة السكان. المطالبات مستمرة بوضع حلول للاقتصاد الوطني ولتحرك الحكومة من أجل إنقاذ العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية وتحقيق استقرار في أسعار الصرف وكذلك في أسعار المواد الغذائية ومختلف أنواع السلع وكذلك المشتقات النفطية وتوفير الخدمات لمدينة تعز، وخاصة أو أبرزها الكهرباء والمياه والغاز الذي تسبب بانعدامه بأزمة كبيرة في أوساط السكان. يشدد أو يقول أبناء تعز أن هناك هذا التحرك الذي من قبل الحكومة المتمثل في تغيير قيادة البنك المركزي بأنه خطوة مهمة وإيجابية، ولكن لا ينبغي أن تتوقف جهود الحكومة عند هذا المستوى، ويطالبون بتفعيل الموانئ والمطارات وسحب كل المنشآت الاقتصادية بعد الضغط على الإمارات لتسليمها لقيادة الحكومة لإعادة تشغيلها وتفعيلها والاستفادة من مواردها المالية وكذلك تصدير النفط والاستفادة من العائدات بالعملة الصعبة من أجل توفير العملة الصعبة وكذلك الإسهام في تعزيز قيمة العملة المحلية في السوق. هناك أيضا العديد من المطالبات المتمثلة باستكمال تحرير المحافظة واستكمال تحرير كل الجبهات في الجمهورية اليمنية من أجل إنهاء الانقلاب الحوثي الذي كان هو المتسبب الأول في انهيار المنظومة الاقتصادية للبلاد وانهيار مختلف القطاعات، وكذلك المطالبات لدعم الجيش الوطني الذي انقطع عنه المرتبات منذ نحو عام كامل دون أن توجد أي مبشرات حتى هذا اليوم لإطلاق رواتبه وتقديم العون له لاستكمال عملية التحرير. وصلت صورة مراسلنا في تعز أيمن قائد، شكرا جزيلا لك.